مساء الخير، ويا رب تكونوا بألف خير. أهلا بيكم وأحلى متابعين في الدنيا. والنهاردة فيلة عروستنا النهاردة من البرازيل. بصوا كده الفيلا دوبلكس، هنتفرج على التفاصيل وازاي مقسماها فوق تحت وكل تفاصيل الشقة. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله يا ريت تحطوا لنا لايك، واللي مشتركش معانا في القناة ينورنا باشتراك، وان شاء الله تستفيدوا من الفيديو ده وكل الفيديوهات اللي بقدمها في القناة. لو عروسة او ست بيت بيتجدد شقة او اي حد بيستمتع برؤيته للشقة والديكورات، فان شاء الله تعجبكم القناة وتعجبكم الشقة دي. بصوا كده، هي الفيلا صغيرة مش كبيرة قوي، دوبلكس. هنا كده نطلع من السلم في الانتري. بصوا بقى الفازة السيلفر دي، وجنبها الكاسات دي، على فكرة ممكن ترشيها بأي لون سيلفر. هنا الليفينج، شاشة تلفزيون، تحتها مكتبة. المكتبة سيمبل جدا، خشب ابيض، فيها فيل كده نحاس، فيها 2 شمعدان نحاس، الاباجورة اوف وايت، الكوشن فيه سيلفر، كمان النجفة كلاسيكية متناسقة مع الالوان العفش. يعني بصوا على فكرة الاتنين برطمان دول هي رشاهم بالوان معينة عشان يدوني الشكل ده. يعني ممكن لو عندك برطمانات قديمة تعملي نفس التفاصيل دي. بصوا هنا كده عدوا الصور شكله عامل ازاي. هنا برضو الفازة دي كمان مرشوشة. كل ده شغل يدوي، ولو حبيت اجيب لكم فيديو ازاي هي بتعمل الحاجات دي اجيبها. اوضة النوم الرئيسية الماستر. وهنا كمان انتري مودرن، في بقى كوشن فارو وشال فارو مرمي، طابلو سيمبل جدا. كمان الانتري متنجد بحيث ان هو يبقى مريح في القعدة، لان دي اوضة ليفينج اهو. بصوا كده تفاصيلها، وقلت النوم تانية كمان جولة مرة تانية فيها. بصوا بقى السرير، المفرش بتاعه زي الكوشن، فاصلة بس لون تاني ورا، بس نفس الوان الرمادي ونفس الوان التسريحة زي الدرسوار. هوريها لكم دلوقتي. السرير متنجد من ورا كابوتيني من لون الجريل الفاتح، نفس الالوان بتاعت المفرش. هنا بقى المطبخ بيطل على انتري تاني تحت، وهنا كمان شاشة تلفزيون. بصوا بقى المطبخ وجماله وترتيبه طبعا باللون الابيض. كمان مرة يا جماعة بنصحكم تعملوا مطابخكم باللون الابيض، مش لو انت عاملاه على متال مش خشب مش هتتبهدل زي ما انت متخيلة، بس هتنور لك المطبخ، خاصة المساحة عندي ده شو بقى. الترابيزة كلاسيكي قوي، وهنا برضو الرخامة عاملين كراسي بره بحيث ان ممكن تاكلي جوه المطبخ او تاكلي بره لو هتشربي مشروبات على السريع كده. المطبخ مفتوح على الريسبشن. فكرة المرايات اللي هي في الجنب دي عاملاها في كل الارقان البيت. لايكاتكم الحلوة بقى للفيديو الرايق الهادي قوي ده. اعتقد ان الشقة الفيلا مساحتها حلوة، مش صغيرة قوي مش كبيرة قوي، بس هي فرشة ببساطة. بصوا هنا بقى الطابلوهات اللي هي عاملاها البازات. هنا بصوا الانتري ده جلد كلاسيكي شوية مع الترابيزة بتاعته، هي فاصلة بشمعدان وفازة سيلفر عشان تفتح لان لونه كله ده بني. بصوا كمان الشمعدان حتى اللون السيلفر عشان يفتح شوية مع المراية الذهب اللي فوق دي كده فوق الكونسول بشكل غير تقليدي للمراية. والشمعدان اللي جنب المراية بصوا كده انتريك كلاسيكي قوي، بس هي مدخلة فيه تفاصيل مودرن وانتري جلد. الترابيزة بتاعته كمان بني قاتم، لكن هي مفتحة بالحاجات اللي عليها. هنا بصوا الفازة اللي جنب الشاشة واللي تحت الشاشة نفس اللون الابيض والورد الابيض. هنا طبعا ده ركنة تانية البيت، عشان طبعا دوبلكس فيه اكتر من مكان ليفينج وصالون وانتري. خدي بقى الفكرة اللي تناسبك ممكن تطبقيها في المكان اللي عندك. الكونسول بني، لكن فوق المراية عاملينها بلون الذهبي في عكس البن القاتم اهو. الانتري الجلد اهو. بص بقى الترابيزة اللي وعليها الشمعدان الكريستال ده طعمة جدا مع الفستين اللي فوق ورد. انتوا في الفيديو ده هتشوفوا اكتر من انتري عشان المساحة عندها مساعداها لده. ده اللي بي الريسبشن كله من تحت. بصوا بقى العروسة بتاعتنا عسولة اوي، ده اللي بتحب جدا البراد بتاعها ده بفنجان شكله بطقم شكله.
حبيت اعرض لكم الحاجات بتاعتها. بتشرب دلوقتي ليمون سخن، بس هي طبعا بتحب قوي الفنجان ده بالبراد ده، هتعرض لكم اكتر من حاجة بيه. وكده يبقى الليمون بتاع السخن جاهز. بصوا ترابيزة تقدم عليها الأكل، حطها قطع ديكورية. هنا بصوا مكان تاني فيه شاشة تانية، جنب المطبخ نفس القعدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انا بحب الانتري دايما، لو هتعمليه في مكان هتقعدي عليه وتتفرجي تلفزيون يبقى تنديده مريح، ما يبقاش صالون او يبقى سفنج ناشف، يبقى السفنج الطري عشان لما تكوني قاعده، والكوشن والفار، ويدي شكل حلو قوي. بصوا بقى المطبخ وجماله وشياكته. بصوا بقى تربية. هي حاطه هنا ركن القهوه، هي بتهتم جدا بالقهوه والكابتشينو والمشروبات السخنه. نطلع فوق بقى اوريكم اوضه الاطفال واوضه النوم. بصوا كده اوضه الاطفال سيمبل جدا جدا، سرير واحد صغنن، دول الاوضه الكبيره، سرير واحد صغنن بس شكله طيب جدا. الباف ده على لون كشمير، المرايه الكبيره. بصوا بقى الشكل الناموسيه والفرو، وكمان الكوشن اللي عليه شكل قطه. الأوضة سيمبل جدا جدا، يعني تبقى شبابي وتبقى أطفال. عاد الأنتريه الجلي تاني كمان مرة اهو، بشكل جنب السفرة. السفرة بتاعتها كلاسيكي قوي. مش كل الشقق يا جماعه البارده بتكون عروسه لسه متجوزه، حالا في شقق ستات بتجدد فيها، ستات بيوت فانا بسميها عروسه. اي حد، اي بنوته او اي ست بيوت تحب يطلق عليها لقب عروسه، عشان تحس ان هي لسه بدل جددت بتحس ان هي جو العروسه. هنا بقى بصوا الترابيزه دي بتستخدمها كترابيزه بتقدم عليها الاكل، تقع كده، وقطع ديكوريه على الفازه محطوطه على صينيه ازاز. قلت لكم قبل كده فكرتها سهله. هذا الفنجان بتاعها بتاع الكابتشينو اهو، نفس توضيبها بقى للسفرة بتاعتها. والمطبخ بتاع التقسيم بتاعه، زوجها كمان بيساعدها في تحضير الغداء والطباق. وده نفس الدورق بنفس تشكيلة الفنجان. ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم، وبصوا على تقديم الاكل بتاعهم، وقابلكم اكيد في فيديو تاني احلى، مكرونه بقى بالجمبري. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل كتير من كل